هات بسم الله يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حظي يا حظي. شو ماذا؟ وذا هذا بحري بالمي صاروخ، هذا من تركبه. ضغط على اف. ايوه امسح. اي جرب. اما مستحيل لا جرب. تعال يا بيي. تعالوا شباب، سلام عليكم. يا زلمه 6000 مات. تعال تعال تعال. مات مات يموت. جماعة الثالث تعال نجرب على الفيل. تعال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من لعبتنا الأسطورية عالم الرفقاء. نقول بسم الله ونصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خلونا نبدأ. إيش مبسوط؟ مبسوط على الهز علوي؟ مبسوط؟ لا لا شوف مبسوط. عم تعزز لي ما عم تعزز لي. هلا بالشباب. شباب ارجع ارقص شوف لحالها. والله لحالها مو والله لحالها؟ ارقص شوف. إي والله شوف راسه شلون يشتغل. لا ما اشتغل. والله كانت لحالها قسما بالله كانت لحالها. ليكون لاني قريب عليك. اصبر ايش اي لازم يكون قريب عليك. شكلي برجلي عم بضرب راسك. اوكي يا جماعه لا تنسوا تدعوا لاهلنا فلسطين بالفرج والنصر. وخلونا نقلكم اخر تطورات. طبعا اخر تطورات يا جماعه الخير، زبطت مكان للمزرعه اللي بدينا فيها الحلقه الماضيه اللي هي هون. سويت 6 من هدول. بعدت الفود عن طرف البيت لانه كانوا يقلتشوا برا وما يعرفوا ياكلوا. هاي الحظيره اللي مسويها هون ايش بتسوي؟ هون شايفين هذا الصوف اللي عم يجيني الوول، بيجي لهون الخواريف بيقعدوا، بتلاقي بيطلعوا لنا وول. بيجي الدجاج لهون بيعطونا بيض. عده حيوانات ممكن يجوا لهون ويعطونا اشياء وموارد، اوكي؟ ثاني اشي عندنا هون اللي هي الشجر، وعندنا هون اللي هي الحجر، كل وحده في قدام الصندوق وعم يجمعوا لي مباشره، ومنهم هون الحديد مباشره كمان بيجمعوه او بنحطه هون. تقريبا صار عندي 127 حديد. هي 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 دمج البيت يعني لو سمحت. بالغلط بالغلط بالغلط. طيب تعال لك ايش تسوي؟ ما احترقت ليش؟ اوكي يا جماعه شوفوا هون داخل البيت. وزعت الطاولات شوي. اخذت الفلات، سويت هاي الكوكن بوت اللي هي هيك بتسوي لنا اكلات اكثر كمان، وهي الاكلات بتزود لنا الهيل اكثر والدمج الجوع اكثر. تمام. سويت الهاي كواليتي ورك بنش، بنقدر نسوي عن طريق الميجا شيلد واللي هي رح اسوي اثنين هلا، واحد الي وواحد لعلاوي. طبعا عم يخلينا نسوي موارد على الفاضي. وهي اللي هي الوبن وورك بنش، خلينا نعمل كانسل لهدول اول اشي. شوف هون نقدر نساوي اسلحه. ايش؟ صح ثواني. بدنا هيل. كيف بنسوي الهيل بتعرف؟ اكو طاوله اسمها ميديسن. انا يمكن بنش. شفت هيك شيء. اشتغل. اي والله اي والله اي والله اي والله. ليك 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 انا كيف عم مسويها هاي؟ اخ الله يخلي لك علي. بتصدق ناسي موضوعها مع اني امبارح شيكت. الله يخلي لك عمو علاوي. الله يخلي لنا عمو علاوي. روحوا روحوا شباب خلصنا. روحوا والله مثل قلتكم قسما بالله. طيب الهيل اي وحده؟ افتح واقرا هو مكتوبات. هسه مثلا عندك ميديكال الابره هاي جريد ميديكال سبورت سبلاي. اوكي كم وحده تسوي منها يعني؟ 5؟ ما نسوي ما نقدر ما في بون. الثاني عندك ميديكال سبلاي في بون. في انا عندي 12 بون. شو اسوي لك؟ ما اسوي لنا منه. طيب خليني اورجي الشباب ايش باقي الشغلات. طب خليني راح طيب. اسوي الدواء لان الابره تكلف ما عندي بس طيب. 2 وبر اقدر اسوي. اوكي شوفوا يا جماعه فتحنا اللي هي الميجا شيب. ايش شيبر خلونا نسموه ما ادري ايش اسوي او نسويها كره البوكيمون. تمام. وفتحنا اللي هي الجيجا. واحلى شيء انه بليفل 21 قدرت افتح الشات جان، واللي اتوقع اني ما اقدر اسويه لانه بدي هاي كواليتي بال اويل. هذا ما ادري منين بجيبه. الجن باودر حلو بنقدر نسويه. هاي الامو تبعه. وعندنا ايش هون؟ ستراب ما بدنا اياه. عندنا هذا ما بعرف ايش هو، بس في مسدس انا بتذكر شفت مسدس فتح لي. والله ناسي وين هو. عم بفكر اسوي درع، اوكي؟ عم بفكر اسوي درع، وفي درع بس هذا
المشكلة كلياته كل واحد له شيء، واحد للنار، واحد للشوب، واحد للمدري ايش. شغلتهم غريبة عجيبة. اوكي الهيلات جاهزين، خود هيلتك علاوي. انا اتفقت اثنين وانا الهيلات جاهزين، هي مال حرامية هي الشغلة مال بوغي. انت محترف، انت محترف اكثر مني. مال بوغي هي الشغلة؟ انت محترف اكثر مني. هذا الميجا شيلد اقوى من الشيلد اللي عنا، بيعطينا شيلد اعلى. نحن نحتاجه شيء ضروري جدا، لكن في مفاجأة او فيك تقولوا هي يعني انا ما توقعت الصراحة. سدل لديناصور، اوكي خذ وحدة على الله ويلا معلش. مبديك عن نفسي. هسه سرقت من عند اثنين ميديكا. المفروض اني اقدر اركبها هسه، اوكي صار 260 شيل، شوفوا هي 100، الميجا 260، ممتاز جدا ممتاز. طيب، عندنا هي الطاولة. هون المغزى والحكي كلياته يا جماعة. نقدر نسوي اللي هي كرة البوكيمون الجيجا. اتوقع انه بيسوي 10 بس. علاوي والباقي بنسويه من الخضرة، اوكي؟ يلا. ما له نسوي كل الجيجا بدها تسوي، اوكي؟ ممكن نروض لنا بوس اليوم. إذا لقينا لنا بوس. ممكن نروض لنا شيء كبير، إذا لقينا لنا شيء كبير، ما عندي علم لسه، نطلع ونجرب وندور. بس ليش بدي أحاول أقتل بوس أو أروض بوس يا جماعة؟ هلا بوريكم، أكلت مقلب أنا الصراحة، مقلب جدا كبير. اللي هو بال الايج انكيوبيشن، اللي هي بتسوي الايج هون. اذا بتشوفوها محطوطه بالانشنت تكنولوجي، تمام، اللي هي تبع البوسات، اللي بيقتل بوسات لحتى تجيب نقاط، تمام. بتحتاج نقطه واحده، يعني بوس واحد بقدر اقتل لحتى اجيبها. بالعلامه كانت باول حلقه موجوده هون بالعاديه، لكن انا صنعتها بالعاديه. حتى علمني صنعها بالعاديه، بعد التحديث نقلوها لهون، وحظي اني ما كنت مسويها انا عشان موضوع التصوير. فتفضلوا يعني اعزائي. اوكي ممتاز. هلا انا معي تنتين خضر، 6-0 و17 وحده زرقاء. اتوقع اني ما بحتاج زياده، صح هلاوي؟ لا كافيات اذا بس والله ان شغلات مغريه، انت ما تدري ايش يطلع بالطريق. والله هو صح، شغلات مغريه عن جد، فعليا شغلات مغريه يا جماعه. بس بنقول الحمد لله ونتوكل على الله وننطلق، لانه النهار لساته بدايته. فخلوني افضي كل هاي الاشياء اللي عندي، لاني ما احتاج اشيلها وزن على الفاضي. اوكي حط لي اسهم هون، جيب هدول هون، والبيلز خليها هون. طيب البيلز بتذكر كان نقدر نحطها تحت. لا اوكي طيب مو مشكله. جاهز علاوي؟ يلا ما عندي شيء. صح نسينا نسوي السلاح يا زلمه يا زلمه. شوفوا يا جماعه، شوف السدل السدل ايش ينقص؟ لا ينقصني من هي الزرقاء يا لغبنتي. اصبر اوكي، هذا هو يا جماعة، شايفين هذا الروكت لانشر عن طريق بطريق، بتحط بطريق وبتطلقه كروكت لانشر. الصراحة كيف ما ادري، لكن اتوقع انه حيكون شيء غبي، او انه بيكون هو البطريق ذات نفسه بيحمل الروكت لانشر وبينزل طقطقة بهالعباد. نشوف نجرب. وها قد حانت اللحظة. اوكي جيب هاي. مو بشنطتي اجا، ليش؟ ما يجي بشنطتك، بدك تروح له. وين بدي اروح له؟ شوف يا بطريق اجي عليه. بطريق؟ معي بطريق انا. ايه بالبطريق. ايه اضغط عليه اف. ايوه امزح. ايه جرب. اما مستحيل. راجل يا باي. تعالوا شباب، سلام عليكم. يا زلمه 6000 مات. تعال تعال تعال. مات مات يموت. جيب واحد ثاني، تعال نجرب على الفيل. تعال والله اصبر، مات يا زلمه. كيف كيف اشيل عنه السدل؟ طيب ما اعرف. اتوقع اعرف، اتوقع اعرف. هون الكي ايتم. اصبر. والله مات. اصبر. الكي ايتم معي، يب معي، بقدر انزله بهذا. يب 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 يب، تقدر تحطه على اي ديناصور. خذ تعال نجرب على الفيل. تعال 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 جيبه جيبه. اصبر والله نجرب على الفيل يا جماعه. ما اتوقع الدمج عالي. دمج عالي. اصبر والله، اذا دمجته عالي بدي اروضه. ها
ده هنجرب. شو تروض الفيل؟ اه يلا بس الدمج سيبك 6000 دمجته انا ترى. لا لا 6000 دمجناهم لهدول. والله شكلك مجرب وبدك تورطنا. لا ما بجرب، بدي اشوف وياك شو يصير. تعال خيو. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. 23 من جدك؟ حير مثقيل. يلا تعال تعال اشرد اشرد على اللاوي. الله اشرد اشرد. قتلنا للصبي. اح ما صادتني والله. والله انا شارد. سلام عليك. اوصلت لي حصل للبيت انا. وين انا رجعت؟ نزلت تحت. تعال اشرد اشرد. خلاص نطلع نتحرك. يلا اه تحركت. انا رايح بالعكس. مبين معك انا على الماب ولا لا؟ ياب ياب. اوكي فكني يا شيخ. شو هالمسخرة هاي؟ ما معك طيرك؟ عندي. جيب جيب. نطير نطير. اطلع تعال معك. شفت هون شفت هون بوكيمون مرة اسطوري. في البداية نحاول نروح له. ايوه ليكو 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 ليكو. تعال 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 تعال. هذا القرد. لا لا لا. وات؟ شفت الحركة الجديدة؟ ياب ياب. هذا تلفل صح؟ هذا هذا القرد. هذا؟ اي. اقدر اصيده بالخضرة. اصبر بدون كتلة كتلة ترى. لا لا ما كتلة. كتلة؟ لا السهمي كتلة. الكريسبو، انت عندك كريسبو ولا لا؟ يلا اصبر اصبر اصبر. صيده واحد دمه 100% هسه المفروض. ايوه اخذته. منيح اني ما قتلته. اسمع هاد قالوا لي انه بيحمل مرشاش. اه بدك تصنع السدل. يلا السدل تبعه. اوكي طيب السدل تبعه وين؟ اصبر والله غير اشوف. ايوه والله اقدر. والله اقدر على اللاوي. تعال بدي اجربه. يلا تعال تعال معي كتكوتي. تمام نروح هذا الطير. تعال والله غير اسوي سدله. ايش بده؟ بده بس 10 من هي الزرقاء. بده بس 10 من هي الزرقاء. ايزي والله لاسوي. تعال انت ميت. فوت لهون عيش. عجبتني قصة ال هي. اوكي. والله شوف عليه رشاش. شايف؟ اوكي هذا ممكن يفيدنا. على البوس او شيء. على الاغلب مستحيل ما يفيدنا. هذا مو يمكن لازم تحط نزله وتشيله بيدك ويرميه اعتقد. ايه ضل كابس حرف الاف عليه. هيك المفروض ما ادري بس انا اللي بعرفه انه هو رشاش. هل بوقف ناحك؟ هل بيجي معك؟ بس والله قنبلة البطريق رهيبة يا زلمة. والله رهيبة. بطريق انت. بطريق بالبي في بي تكون رهيبة. تكسر بيها الحيطان مال العالم عشان تدخل لهم. ياب شوف نزله. حرف الاف. لحاله. وين يا طيب؟ الله الله متهور متهور يخرب زوجك يا غا. تعال 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 تعال. في له كول داون بس هيك ما بيضرب كثير. جربت تتزحلط على اللاي وبعدين تنط وتفرد اللي هي؟ ياب ياب. اوكي. شوف نبدا من هون على اللاوي. رح نطلع لفوق، في بوس هون قريب علينا. إذا بالماب فاتح عندك ما أدري شو اسمه، اسمه شلتي شلتي هيك شيء. ما أنا ما عندي هنا أنا بالماب ما فاتح. تعال يعني. تعال حقني تعال. المفروض إنك تعرفه هون موجود فوق على هي الدلة. الأزرق؟ إيه الأزرق إيه. هذا امبارح شفته وقلت بدي أجي أقتله طحنة. إيه على الستامينا. هذا ايش؟ هذا ايش؟ ايش بيسوي هذا؟ ما جاذرين جاد؟ ما روضته لسه. جاذرين جادون عشبيات؟ هذا العشبي بلانت مو جاذرين. ايوه ايوه هون هون هون. اه هذا هذا هنا. اه الف. هنشوف قد الله يجيب عليه دمج. 170 زيد زيد زيد. نقدر نروضه يعني؟ ايزي. اصبر لا اعطيه واحده سي. اصبر. لا سي كتله. ايه كتله. طيب حنزل انا اضرب عليه انت. يلا
جرب. ايش بدي الخضرة صح؟ بالصفرة بالصفرة ايه. اه اقدر اقدر هسا. لا راحت. ايوه جد 97 هاي خلص 98 99 هي 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 واحدة بوينت ايزي بوي. هلا والله يابا جتك بوينت. يلا يابا جتني بوينت. هلا صار شو هذا حلو شكله ما قوى الثاني صغيرة. والله دايم اصبر اصبر خليه يضرب هدينك. هدينك شو؟ جد كمان بيسقوا هدول؟ والله شكله يا ولد والله على شكله. هدول كمان بيسقوا؟ بيسقوا صح؟ هاي يسقوا هدول. خليني اجيب اذا بس شغلتهم مي يب. خليني اجيب منهم. وين وين ايش تسوي؟ يموت لا لفظة واحد. هلا اجيبه خلاص بنجاب هيك بهالايزي؟ ايه يجي 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 كرتين يجي. لا والله طيب هذا 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 الديك شو اسطى؟ وين الديك؟ هذا اللي هون جاي بس خلينا نجيب. هاي 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 هجم علينا. اه غزو غزو لك. لا 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 انفجاري. اه طيرني فخ. اوه 9999 خرب يابا. ايوه هذا هجم على البيت مالتي بلش للبيت ذاك اليوم حرق للبيت. تقدر تروضه الروضه؟ عوفة ما اريد اروضه بس خليك بعيد خليك بعيد خلينا نجرب خليك بعيد لا تخيل نجرب شيء ايش رد؟ ايه خليك بعيد عادي عادي خليك بعيد بس دقيقة انا ما عندي سول للاسف يعني انا بجيبه 100% يلا خذه. ايوه انا ما ادري ايش سوى هذا لسه. شوف شوف لا ما له حق روط. لا لا تقول لي انتحاري هذا ما ادري والله ما ادري ايش سوى. ما اقدر ما عندي ليش؟ ذا خمسه كمله ويرجع للسول للسول اللي هناك للبيت؟ اوكي خلي طيب اسمع نحتاج دنجن على اللاوي. بصراحة ما طبيت لسه ولا دنجن انا ما ندنهن بس جد جد ترى ما ندن. طيب خلينا نرجع نحط البيضة ونروح على دنجن ايش رايك؟ يلا نحاول ندورنا على على دنجن يلا. شفناه هون دوار. وينه؟ قوم يا طيب قوم اجانا غزو قوم. اه وينه؟ اجانا ريد. اي والله ذياب ذياب. شوف 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 جيشي شوف. ايييي ابوي اعطوهن. ايييي كفو. والله في قوة والله في قوة. يا اما انه هي الريدة. في صوت في صوت في صوت اشي نادر على اللاوي. ايه دا اسمع من هاي الجهة اظن. اه خروف عندي منه مبدي. خروف انسى. اوكي صارت جاهزة. الله يشوف بحطها برا معليش. ايوه بسم الله خلينا نبنيها نحط فيها البيض بيضة من البيضات اللي عنا ونشوف قديش رح تاخذ وقت و هلا يعني يطلع فيها اشي اسطوري ولا حظنا حيكون ابو كلب. ايوه نايس صارت اسطورية. هلا شوفوا عنا الكومن والبومب هي ما ادري عنا اثنتين متشابين وحدة مختلفة. رح اخذ الزرقاء بيني وبينكم ونجربها نشوف ايش ممكن يطلع جواتها. اوكي 5 minutes والله نايس والله نايس. اكو اكو اكثر اكو ساعة اكو ساعة ونص اما أكو... تمزح اي والله اكو نص ساعة. اوكي يلا معناتها بنقدر نطلع من هون لاخر الحلقة هذا حلو. اوكي هلا وصلت انا وصلت؟ هذا دنجن هذا البرج؟ لا البرج بوس بوس فايت بوس فايت بس ايش ايش البوس فايت هذا؟ تعال بدك تشوفه؟ تعال في تاور هون اول شيء خلينا نفعله. فعل التاور تعال. بس بوس فايت ولا شو اسمه؟ ها؟ تعال هي يعني بالحالتين يعني اذا متنا ما ما فرق ما فرق. قلتك. ايش 10 minutes؟
10 دقائق عدنا لين كتله هم بس لين بالسيرفرات الاوفيشال بعدين اكو عالم تجي تواجهه عرفت فيطلع ده كول داون 10 دقائق حالات اللي فايتي عند بيكاتشو ليش يوم انت بايك تصميم شخصيتي هذا المصمم لا تلي بيكاتشو والله بيكاتشو شكله اي والله بيكاتشو يعني خلينا نقول عنه بيكاتشو يا جماعة كم هيلو نقدر له شلونك شلونك انت تقدر 42000 تقدر تقدر كم اندمجه اندمجه والله 107 والله تدري نقدر له يلا بس ننزل حيوانات ننزل حيوانات هاي فايتن والله شوف والله اروح له كذا نقدر ايه شوف يا شيخ سوينا فيه اعطيه اعطيه انا معي اسهم الحرق عم بحرقه انتبه على طيرك ها تبع على طيرك بس يقرب يموت ايه ما نقدر اسحبه عشان نروضه لهذا الكاتشو عندي وين راح؟ والله ما عاد شفته هيد هيد طي هيد شوت طي هيد شوت اي خليه يهدى بس والله وصلنا نص يا اخي اي لا والله ايزي فين توقعته هيك هذا اول واحد يعني. أول أول واحد هيك أول توا أوكي بس يا ترى تتوقع إنه بنقدر بالطابة اللي معنا أصبر بالله بالصفرة أنا ما أعتقد يمكن ما يتروض 0% ما يتروض هو هذا يمكن أصلا لا يتروض يتروض بس 0% عليه ما هو عنده مروض بس شلون تروضه فوقها صاعد شوف المروض مالته إي تقدر تاخذه بس في عليه إشارة نسبة لأنه ما أدري هاي كمية اصبر والله نسبة صفر ما طيب ما يقبل راح يموت خلاص ضربه 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 هو يرسم والله ودك اقتله وهذا اول بوس باللعبة لعيون الجميع والله ايش ايش يعطينا؟ امسى بوينت وش يعطينا موارد؟ الو؟ خمسة والله ولا شيء؟ لك الطاقة هاي كونتريبيوشن بوينت كونتريبيوشن بوينت ايش وين نحن معلم؟ فوق البرج والله نايس نايس والله الفايز مالته حلو فايته حلو والله اوه في قبيلة نروح عليهم؟ نروح انزل لهم يضل يبلغ هاي راح نسوي لهم هاي القبيله مثل ما سووا ذولاك العالم ذولاك الناس تعال ها ليك في بوكيمون محبوس عندهم وينو؟ بطريق تحت من فوق يا الله يا راح دنس دمي تدري وينو؟ هذا مو بطريق شنو البوكيمون اللي عندهم؟ ما ادري عندهم شيء محبوس ذب حيوانك ذب حيوانك خليه يساعدنا بالفايت لا 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 يوم يقتل هذا اللي جوا ما نحتاج لا لا ما يقتله ما يقتله جوا ما يقتله هي الف دمج دعز على امه قتلوهم صح؟ ماتوا كلهم ما تعال هذا ينفتح القفل تعال اصبر وين هذا البوكيمون حلو شكله اي والله حلو شكله يا بشكل صار عندنا نايس نايس موجود ما موجود ها؟ والله نزله خلينا نشوفه شو يسوي؟ ولا اذا بدك تشوف بدينا الحيوان سوي له بيت دائما رقم اربعه ضب حيوانك ضب حيوانك ضب حيوانك رقم اربعه بيت عشان خليه يهجم اصبر خليه يهجم هذا اللي معي هجم؟ يب. ايوه لا ما هجم لا سول سول اصبر خليه يهجم اصبر ايوه راح راح راح
ايوه يضرب هواء. اوكي هواء بس بس هواء. اوكي فاشل بس لا حلو حلو شكلها حلو حلو حلو. شو هسه؟ نايس والله. معقول ما عندهم شيء هون بي هون هون بيضة بيضة. هذا ايش هذا؟ يلا الوقت انقلع. هات بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حظي يا حظي. وات ذا هاك؟ شو شو ماذا؟ وذا هذا بحري بالمي صاروخ هذا من تركبه جد؟ يوب بي بي سدل مو بي رايد مقفولة؟ المفروض انه في رايد ايه مقفولة. ايه يب ايه ايه هذا ما يزقي يزقي نايس. هذا بالمي تاخذه صاروخ صاروخ من تنتقل من جزيرة لجزيرة. طيب جيبه خليني احطه واشغله لاني احتاج انا مين يزقي هون الصراحة. خليه بدل هاد. حلو حلو حلو. اوكي يا جماعة الخير بما انه روضنا البوس لك الله يخلي لك عمو علاوي. الله يخلي لك عمو علاوي. هاد مرة رهيب. لك الله يخليك عمو علاوي. خلاص فهمت. تعال لهون تعال وينه هذا جيبه بدي اشوفه. اوكي بما انه جبنا هذا المجنون القرد الرشاش والله مرة خرافي فنان. هذا البوس اللي جبناه اليوم. يب هذا البوس وهذا الولد الصغير. طيب هذا البوس تبعنا ما ادري احسه ابو كلب ولا ايش رايك انت علاوي؟ يا البوس؟ ايه كثير معهم يعني كثير معهم شكل كذي يا زلمه. هذا تحطه بالفراش جنبك وتحضنه وتنام دبدوب. اي جد والله. والله مو مال فايتر والله كثير كيوت. كيوت يا اخي. طيب وطبعا اللي روضناه كمان اللهم صل على سيدنا محمد هذا الزغنون هذا اللي حررناه من القبيله راح يمكن يعمل له شاور. اوكي ايزي. فيا يا جماعه الخير اتمنى تكون الحلقه عجبتكم استمتعتوا فيها. اشوفكم ان شاء الله بحلقات تانية وشغلات اسطوريه اكثر واكثر. سلام عليكم.